الله الله الله، ايه ده؟ فيديو جديد في نص الشهر وانا لسه ما خلصتش الامتحانات. سبحانه. والله يا رجاله انا لقيت ان لسه فاضل 3 ايام على الامتحان اللي جاي، فقلت اكتب فيديو جميل لذيذ كده عن حوار غريب ومنتشر على السوشيال ميديا اليومين دول. والله اعلم بقى الفيديو هينزل امتى. المهم خليني بس اشغل موسيقى رعب كده في الاول عشان الفيديو يبقى موزون. جوناثان جاليندو، الشخصيه الغريبه المرعبه اللي ظهرت بشكل مفاجئ على السوشيال ميديا وحرفيا سببت الرعب بشكل كبير للناس اللي تقريبا حياتهم كلها على السوشيال ميديا زي وزيك كده، واللي برضه يعتبر تبع الحوت الازرق ولعبه مومو ولعبه مريم اللي كانوا بيسببوا تهديد لمعظم مستخدمين السوشيال ميديا، بحيث في النهايه بيوصلوا للانتحار. فمين بقى الاخ الجميل اللي ظهر الفتره ده هو كمان، وايه القصص او الكلام اللي بيتقال عنه، واخيرا زي اخر كل فيديو ايه حقيقه الكيان ده او الشخصيه الغريبه دي؟ كل ده هتعرفه ان شاء الله في الفيديو ده، فخليك متابع لحد الاخر. ازيكم، معاكم عبد الله من قناه انفورميشن فور اول. سريعا كده يا معلم، لو انت لسه مش واحد مننا فريت تعمل سبسكرايب جميل كده عشان خلاص هنت على 100000 سبسكرايبر، ويلا نبدا الفيديو. مبدئيا كده عايزك تعرف ان جوناثان ده موجود من زمان، بس اللي حصل ان هو اليومين دول سيرته بقت منتشره في مصر والدول العربيه بشكل مخيف ويخليك تسال مين هو الشخص ده. بعد ما دورت على معلومات عن الشخص ده على الفيس وعلى جوجل فهمت حاجات كتير عنه وتعتبر متلخبطه شويه، فتلاقي ناس يقولوا لك ان ده شخص جاي من الديب ويب، وناس تانية تقول لك دول مجموعه من الناس مسمين نفسهم بجوناثان وكلام كتير كده عنه. جوناثان ده زي ما انت شايف قدامك كده عباره عن شخص متنكر في شكل كلب، او هو اصلا كلب بمظهر بشري، او نقدر نجيب من الاخر خالص ونقول ان جوناثان ده لابس قناع شبه الكلب اللي في كرتون ميكي ماوس. القصه بتقول ان هو بيبدا يبعت لك اد على الفيس بقى او على الانستا انت وحظك. المهم بعد ما تقبل الاد ده، وبالذات بقى لو انت طفل، هيبدا يتواصل معاك ويكلمك، وعلى حسب اللي فهمته ان هو بطريقه معينه بيقدر يستدرجك في الكلام ويخليك ترتاح له وتحكي له عن كل مشاكلك في الحياه، سواء بقى مشاكل نفسيه او ماديه، وتلاقيه كمان بيحل لك مشاكلك وهتبدا ترتاح في الكلام معاه لحد ما يبقى جوناثان ده عارف كل اسرارك اللي انت حكيتها له. وبعدها بقى يحصل حاجه مش هتحبها خالص، وهي ان هو يبدا يبتزك بالاسرار والكلام اللي انت حكيته له ده كله، وفي نهايه الموضوع هيجبرك انك تنتحر. مش دي القصه الوحيده اللي طلعت عليه، ده في قصص كمان. بيتقال برضو ان جوناثان ده مجرد تطبيق شبه الحوت الازرق ولعبه مريم ومومو ودول كلهم، بحيث ان هو بيبدا يديك تحديات تعملها بتبقى عددها حوالي 50 تحدي. بتبقى في الاول تحديات سهله زي مثلا نام واصحى في نص الليل، او اقعد لوحدك في الضلمه، او اتفرج على فيلم رعب معين بالليل، او هات كتاب مثلا واقعد ذاكر 3 ساعات ورا بعض. وكل ما تتقدم اكتر كل ما التحديات دي تزيد صعوبه وبشاعه اكتر لحد ما توصل لاخر تحدي وهو الانتحار باي طريقه يطلبها منك. كمان اتقال برضو ان جوناثان ده اساسا شخص عادي بيحب يسعد اطفال ويقدم لهم هدايا ومش عارف ايه، بس كان منظر وشه مشوه شويه او حاجه زي كده يعني. في يوم من الايام بنته حطت صورته على البروفايل بتاع الفيس بتاعها واتعرض للتنمر والسخريه من شكله، وان ده مش منظر شخص طبيعي وان ده شخص سفاح وشغله تنمر كده. المهم في واحد بيكتب قصص رعب استغل اللي حصل ده وكتب قصه عن جوناثان ده وان هو بيسوقك للانتحار، والقصه اتشهرت بالمنظر اللي انت شايفه ده. وقصه كمان بتقول ان جوناثان ده مش شخص واحد، انما ده عباره عن اكتر من شخص من الديب ويب، وان هم عصابه وهم اللي مخترعين شخصيه جوناثان ده، وكلام كتير وقصص كتيره منتشره عنه. واللي زود الموضوع ده طين اكتر ان في واد صغير من ايطاليا عنده 11 سنه، المعلم ده كان محبوب ورياضي ومش بيحب يقعد لوحده، لحد ما جت فتره عليه بقى يقعد لوحده كتير في الاوضه، لحد ما في النهايه نط من الدور العاشر بعد نص الليل. ساب رساله في اوضته كان مكتوب فيها الكلام الغريب ده، وهو: انا احب امي وابي، ولكن لابد من اتباع اوامر رجل اسمر يرتدي غطاء للراس. واستنتجوا من الرساله دي ان ليها علاقه بشخصيه جوناثان، وان هو اللي خلى الولد ده يموت نفسه. طب ما تيجي كده يا معلم نعرف مع بعض كده ايه اصل الحوارات دي كلها وحقيقتها. بص يا سيدي، مبدئيا كده المنظر اللي انت شايفه قدامك ده اللي هو القناع اللي الشخص ده لابسه بيرجع لسنه 2013 لواحد موديل ومصمم اقنعه، وقال بنفسه على تويتر ان هو ملوش دعوه بالترند المنتشر ده. وبالنسبه لحوار التحديات والانتحار ده، فانا هنا ما قدرتش اوصل لحقيقه ثابته، بحيث كان في مصادر بتقول ان ده اصلا فيك مش حقيقي يعني، وكان في مصادر ثانيه بتقول ان القصه دي فيها جزء من الحقيقه، وهي ان في سنه 2019 ظهر اكونت جوناثان ده لاول مره على التيك توك وبيحاول يتواصل مع العيال الصغيره ويدخلهم في سلسله تحديات مرعبه اخرها الموت، والاكونت ده اتقفل من زمان. فانت بقى لو عايز تصدق الموضوع ده دي حاجه ترجع لك، ولو برضه عايز تكذب الموضوع ده فدي برضه حاجه ترجع لك. انا عن نفسي مصدق ان ممكن حد يقدر يغسل دماغ اي حد من على السوشيال ميديا، خصوصا لو اي حد سهل ان هو يسمع كلام اي حد، وساعتها يقدروا يشكلوه في ايديهم زي ما هم عايزين، وبالتالي يخلوه ينهي حياته لاي سبب او اي حجه يقدروا يقنعوه بيها. وفي نفس الوقت برضه مكذب حوار الترند اللي طالع ده هو شخصيه جوناثان جاليندو. فيا ريت اي حاجه نشوفها على السوشيال ميديا ناخد لفه الاول في جوجل ونبحث عن صحه الكلام ده، وبعد كده ناخد قرار ان احنا نصدق او لا بناء على اللي انت عرفته. وبس كده الفيديو البسيط بتاع النهارده حبيت اعمله، لان بصراحه وحشين الفيديوهات والكومنتات بتاعتكم والحوارات الجامده دي كلها. فالمهم ما تنساش بقى يا اسطى تعمل لايك جامد كده زيك عشان تحمسني ان انا اذاكر واتخلص التحدي على خير. ما تنساش تعمل بقى سبسكرايب وتفعل الجرس عشان تخش على 100000 سبسكرايبر ونستنى الدرع والكلام ده كله. وبرده عايز افكرك انك لو دخلت على القناه هتلاقي شويه فيديوهات لطيفه جميله كده تقدر تتفرج عليها يعني. المهم ما تنساش تصلي على النبي قبل ما انهي الفيديو، واشوفكم الفيديو الجاي. مع السلامه.